طلبت أن تنقل إلى الجامعة، هل هو زهد من المال أم طموح إلى ما لا يقاس بالمال؟ كان الإحساس أن أنا أتقاضى هذا الراتب ولكن ليس لدي عمل فعلي. عندي سكرتيرة وموظف إلى آخره، قسم الأحصاء والأبحاث في شركة النفط الوطنية النفط الأجنبية، لكن لا أنجز شيء يعني. فهذا لا ما كان يتجاوب مع طموحاتي. أنا اختصرت فترة البعثة من 7 سنوات، خلصت بـ5 حتى أرجع أخدم بلدي، فالمحل اللي وضعت فيه يعني لا يحقق هذا الغرض. وانتقلت إلى الجامعة بثلث الراتب أو شوية أقل من ثلث الراتب، وأنا محتاج ماديا لأن ما عندي أي شيء. يعني أجرت بيت، أحد أقربائي أديب الجادر اشترى أهداني كراسي وطاولة وإلى آخره، أثاث. ابن عمي ضابط في الجيش في حوانيت يعطوهم، اشترى لي برادة وثلاجة وبعض القراط إلى آخره. فكنت محتاج ماديا يعني إلى آخره، لكن في فرق بين بالجامعة بقوم بعمل وخدمة إلى آخره، يتاح لي فرصة لتحقيق بعض طموحاتي، وبين قاعد في شركة الاي بي سي أخذ راتب أضعاف لهذا، لكن لا أعمل شيء، لا أخذ شيء. في العام 1963 تم تعيينك محافظ البنك المركزي في العراق، لكنك اختلفت في العام 1965 مع رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز ووزير المال أنذاك شكري صالح زكي، فقدمت استقالتك وعدت إلى التدريس في جامعة بغداد. هل كان مجرد شكل من أشكال الصدمات أو الخلافات الدائمة بين أهل السياسة وأهل العلم والثقافة؟ وهل كان صعب عليك أن تتنازل وتقدم هذه الاستقالة؟ لا، أنا خلال فترة وجودي في البنك المركزي لعبت دور أساسي في التحول الاشتراكي في العراق. في 64 أصدرنا مجموعة من القرارات الاشتراكية فيها تأميم المصارف وشركات تأمين وبعض الشركات الصناعية، أدخلنا مشاركة العمال في الإدارة والأرباح، حددنا الملكية في الشركات، عدلنا قوانين ضريبة الدخل والتركات لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وإلى آخره. فصار تغيير أساسي وجاء سياسي، تغيير سياسي، وجاء عبد الرحمن البزاز وشكري صالح الزكي بمفاهيم مختلفة، فاختلفنا حول ما تم إلى آخره، وكانوا يريدوا يتراجعوا عن هذا الشيء إلى آخره. فأنا في آخر 65 قدمت استقالتي، لكنك استسلمت. هذا استسلام؟ لا قدمت استقالة مسببة، لأنه أرادوا يفلشوا ويدمروا ما تم إنجازه وأنا موجود. لماذا لم تصارع؟ لماذا لم تواجههم؟ ما عندهم رئيس وزراء ووزير مالية، عندهم صلاحياتك بقوتك، بس ضمن القانون، ضمن صلاحياتي، ضمن صلاحياتي في البنك المركزي. هم كمجلس وزراء عندهم لجنة تموين عليا، عند وزير المالية عندهم صلاحيات أنا لا أملكها، وبالتالي بإمكانهم يعدلوا ويلغوا بعض الأشياء. كم كان راتبك يومها؟ بظن كان كمحافظ بنك مركزي كان 600-700 دينار، يعني تطلع لحوالي 2000 دولار. وعندما عدت إلى التدريس كم تقضيت من الجامعة، جامعة بغداد؟ حوالي 100 دينار. 100 دينار يعني حوالي 300-350 دولار. خير الدين حسيب ضيف حديث آخر، استراح ونعود، ابقوا معنا أصدقائي المشاهدين. بعد هذا الفاصل نعود إلى حديث آخر مع ضيفنا الدكتور خير الدين حسيب،
انتقد وانتقد، ربح وخسر، واجه ووجه، فرح وحزن، واستمر في جميع الحالات ابن القومية العربية. مساء الخير مرة تانية. في تموز من العام 1968 اختبرت طعم الموت حين اعتقلت، والذين اعتقلوك من المفترض أن لا مشكلة بينك وبينهم، ونقصد هنا حزب البعث الذي سيطر يومها على الحكم. 30 شهرا في المعتقل، زمن ثالث رئيس لجمهورية العراق أحمد حسن البكر، كان اعتقالا سياسيا. ماذا علمتك هذه التجربة التي لم تخرج منها إلا بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر؟ تجد نفسك أحيانا في زنزانة لوحدك لا يسمح لك بالخروج إلا 3 مرات بالنهار، كل مرة لدقائق محدودة للزيلان 5. غير مسموح لك لا كتاب ولا راديو ولا شيء. تحاول أن تعرف نفسك في الزمن، أنت في أول الشهر، في آخر الشهر، في الآخر، فتشخط على الحائط، ما أن تشفى من تعذيب حتى يبدأ تعذيب آخر. نتكلم هنا عن تعذيب جسدي أم تعذيب فكري فقط؟ لحسن الحظ في حالتي كان تعذيب جسدي، لو كان إهانة لما استطعت تحملها، وربما لكنت انتحرت لو كانت إهانة. لكن تعذيب جسدي، خاصة المرحلة اللي في قصر النهاية، هذا قصر النهاية، سجن يسمى قصر النهاية يعني نهاية الإنسان. دخلت فيه قررت مع نفسي أن لا أقول آخ ولا أرفع يدي، ومهما كان التعذيب، وفعلا استمر تعذيب، الدماء تنزف إلى آخره. ما هي جريمتك؟ هل لأنك فكرت فقط؟ يعني ما يقال، ما قيل هناك، اسمه ما أن يسأل السؤال قبل أن أجاب على السؤال يبدأ التعذيب، فما كان الغرض هو ما إجابة على السؤال. لماذا أدخلت السجن؟ سامحهم الله، 68 وصلوا البعث للحكم، كان هدفهم الأول تصفية الناصريين، يعتقروا هم الخطر الأول على، وبدأوا بالجيش وبدأوا بالجانب السياسي، ودخلوا في خلاف مع عبد الناصر، ويعتقدوا أن أنا ممثل عبد الناصر في العراق، وهذا غير صحيح الحقيقة، لا يوجد ممثل لعبد الناصر في العراق، ويعتقدوا بالأعمال اللي قمت فيها في الستينات أخرت عودتهم للحكم. كلام يعني إذا واحد خدم بلده يعني هذا يكون سبب لهذا، سامحهم الله. نصحت بعد الاعتقال بأن تترك العراق، فانتقلت إلى بيروت في العام 1974، وهناك أسست في العام 75 مركز دراسات الوحدة العربية. قريبا تحتفلون ب4 عقود، 40 عاما على انطلاق هذا المركز، عشرات المؤتمرات، مئات الكتب والدراسات والبيانات. ماذا حققتم؟ في سنة 74 كان الدكتور سعدون حمادي، ولا مناصب مختلفة، وزير خارجية ورئيس شركة النفط الوطنية، فالمرحوم صدام حسين قال له كل ما يذكر اسم خير الدين حسيب في اجتماع أو إلى آخره، رئيس الجمهورية المرحوم أحمد حسن البكر يصفر ويخضر ويثور إلى آخره، لأنه أنا من كنت في الموقوف في السجن بعثت له رسالة في خلال الشهر الأول، إذا عندكم شيء عني حاكموني، إذا ما عندكم شيء اطلقوا سراحي.
والرسالة هذه نشرت في جريدة الحوادث في لبنان وجن جنونه فيها فقال له أفضل أن يترك العراق. وكان عندي عرض من الأمم المتحدة في بيروت، اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا، فجيت في تموز يوليو 74 إلى لبنان. العمل الوحدوي السياسي كان يفتقر إلى عمل فكري يرافقه ويدعمه، وفي حاجة لإنشاء مركز للدراسات حول الوحدة العربية بعيد عن أي انتماء حزبي، لا هو حزب ولا يسعى لأن يكون حزب. لسوء الحظ في نيسان بدأت الحرب الأهلية، فعقدنا الاجتماع المؤسسين في الكويت في كانون الثاني يناير 76، وأقرينا النظام الأساسي والداخلي وانطلق العمل. وانطلق العمل طبعا. لكن اليوم بعد مرور كل هذه السنوات ومئات المؤتمرات والبيانات والدراسات والكتابات على أرض الواقع، ماذا تحقق؟ أنا بقدر أقول أن مركز دراسات الوحدة العربية وفر للفكر القومي أفكار ومشاريع ودراسات في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإلى آخره، غير متوفرة لأي تيار آخر في الوطن العربي، لا التيار الإسلامي ولا التيار اليساري ولا التيار الليبرالي. العرب لا يصدقون أن الوحدة العربية قائمة. للذين يتابعون هذا الحوار الليلة والذين يبتسمون الآن، ماذا تقول لهم؟ أقول لهم أن الوحدة هي مسيرة التاريخ. العالم يتجه إلى تكتلات كبرى حجمها لا يقل عن 300 مليون، ودول أوروبا اللي فيها 50 مليون وأكثر إلى آخره وجدت أنها لا تستطيع أن تستمر وتنافس بدون أن تتحد فيما بينها، وبدأت من اتحاد الحديد والفحم إلى الجماعة الأوروبية إلى السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي. أمريكا، لكن انظر إلى المشاكل التي تعيشها. معلش المشاكل أوروبا الموحدة، لكن بمقابلها في إنجازات. هذولا يعني دول دخلت في حروب مع بعض البعض، تتكلم لغات مختلفة، لها تاريخ مختلفة، مصلحتها المشتركة خلتها تلتقي مع بعضها، وطبيعة الحياة كلها فيها مشاكل يعني، لكن قادرين بالطريقة العقلانية وبطريقة ديمقراطية يحلوا هذه المشاكل. أمريكا الولايات المتحدة اضطرت تعمل مع كندا ومع المكسيك النافتا الاتحاد. دول جنوب شرق آسيا الآن تجتمع مع بعضها في تكتلات اقتصادية. نحن أمة واحدة، دول لغتها واحدة، تاريخ المشترك كبير، لكن أجندات مختلفة. الأجندات المختلفة والمصالح المختلفة هي ما بين الحكام. ما هي القضية العربية الجامعة اليوم برأيك أنت؟ نعم، إذا أخذت التنمية، لا يستطيع أي بلد عربي لوحده أن يحقق تنمية حقيقية. السوق لا تستطيع أن تتحمل مشاريع كبيرة لإنتاج كبير. أنت كل ما يكون إنتاجك أكبر، كل ما الكلفة تكون أقل وتقدر تنافس أكثر، لا تستطيع أن تحقق أمن قومي لوحدك. وفي الوقت اللي كلما نحن نقترب من الديمقراطية ونتحول إلى مجتمعات ديمقراطية ودول ديمقراطية، سنلتقي مع بعضنا البعض على غرار السوق الأوروبية المشتركة وصيغة مختلفة. أعلنت مرارا أن مركز دراسات الوحدة العربية غير تابع لحكومات أو أحزاب، وهو مركز مستقل دائما، لكنكم كنتم تتلقون تبرعات من دول عربية مختلفة. عادة هل تقدم الدول تبرعات كهبات فقط؟ أليس من يتبرع بمال يضع شروطا معينة أو يطالب بشروط معينة؟ نحن من صدرنا البيان عن تأسيس المركز قلنا نحن نرحب بأي دعم مالي غير مشروط، وفعلا
في السنوات الأولى أخذنا دعم مالي من الكويت ومن الإمارات ومن البحرين ومن قطر ومن العراق ومن ليبيا، لكن اعتبارا من 1980 توقف الدعم الحكومي كليا واعتمدنا على التبرعات الشخصية. قمنا بإصدار مطبوعاتنا والمجلة بحيث مساهمة مبيعات مطبوعاتنا أصبحت تسد قسم متزايد من مصروفاتنا. مبيعات مطبوعاتنا الآن تصل إلى حوالي $1,000,000 وتسد أكثر من 50% من مصروفاتنا، وعملنا وقفيات وعائد هذه الوقفيات تدعمها، وأنشأنا كذلك مؤسسة اسمها المؤسسة الثقافية العربية لدعم كل المؤسسات الثقافية العربية بما فيها المركز، وعملنا لها وقفية $2,000,000 وتساعد المركز سنويا بحوالي $200,000. صدر عن المركز الأوروبي لدراسات وأبحاث الشرق الأدنى في لندن نشرة خاصة تضمنت قائمة بأسماء من وصفتهم بمرتزقة القذافي الذين قبضوا منه مرة واحدة على الأقل، وورد اسم خير الدين حسيب ضمن هذه القائمة. لأول مرة بسمع هذا. هل استفدت ماليا من نظام القذافي؟ أنا المرة الوحيدة اللي التقيت فيها في القذافي كان 1976، دعاني لمقابلته فيه، والتقينا في سبها في خيمة إلى آخره، وكان لقاء عاصف. بعد ما بدأت المقابلة بفترة قصيرة شعرت أنه عنده طموحات عبد الناصر وإلى آخره، فقلت له هل أقدر أتكلم معك بصراحة؟ قال لي قلت له عبد الناصر لو كان في ليبيا ما كان عبد الناصر اللي بنعرفه نحن، أنت لا تستطيع في ليبيا أن تكون عبد الناصر، كل بلد له معطياته، ليبيا لا تستطيع أن تقود الأمة العربية حتى ولو كنت أنت على رأسها. أراد أن يكون عمر مختار. كل اللي بتقدر تعمله هو أن تعمل نموذج ديمقراطي يشع للأمة العربية، وهذه أول وآخر مرة. وقبل حوالي 2 أو أكثر